واحدة اسكندرانية بدأت تخش في دوامة ايه البرشامة اللي تحت اللسان، تعرفين طبعا تحت اللسان دي بتاعت الايه؟ بتاعت القلب. عندهم القلب دايما، اللي عنده القلب يبقى معاه البرشام، العلبة البيضة دي الطربوش بتاعها احمر، عشان الازمة تيجي تاخد البرشامة تحطها تحت اللسان تستحلب البرشامة، تبتدي العملية ايه تهدى وتبقى زي الفل. لكن الست دي بتقول يعني انها قالوا لها القلب ومش القلب، راحت كشفت وقالوا لها ده في خراج في الرئه، فصعبت عليها نفسها وقعدت تعيط. فجالها البابا كرولوس بس اتاخر عليها شويه، بتقوله لسه فاكرني يا سيدنا؟ قالها ايه بقى؟ وطبعا ده اسلوب البابا كرولوس، ايه بقى؟ قالت له ايه يا سيدنا؟ قال انا راجل عجوز بقى، على ما بوصل بقى بمشي على قدي بقى، وانت جايباني من اخر الدنيا مش تنتظر عليا ولا تجيبيني بالزرار؟ قلت له خلاص يا سيدنا بس انا بموت. قال لها دول شويه التهاب، يلا وراح نافخ فيها، قومي بقى هاتي وش، نفخ وشها. ست قعدت وقامت وبطلت تستخدم كل الأدوية لأن زارها البابا كيرلس زيارة. من اسكندرية على الصعيد في إسنا، في واحد يعني أخو راهب في دير السريان، في دير السريان راهب اسمه أبونا سمعان السرياني، أخوه ده اسمه عياد الشايب، أخو أبونا سمعان. عم عياد يعني جالوا تعب لدرجة نقلوه بعد عنكم من الطيارة من الأقصر للقاهرة، ومن القاهرة على المستشفى السلام عدل. ايه الحكاية؟ قالوا انه عنده تقرحات في المعدة ومفيش فايدة وبياخد نفسه بالعافية، لكن الراجل في حب كبير جدا للبابا كيرلس، قالوا يا سيدنا، حط الصورة جنبه كده، يا سيدنا أنا ابنك وخدمت معاك شماس وخدت بركتك، معقولة تسيبني أموت الموتة الغريبة دي؟ أنا طمعان إنك تجيني. بيقول إنه جسمه تقل في النوم بعد العتاب ده، ولما جسمه تقل حس بالممرضة فتحت الباب. الممرضة فتحت الباب شافت منظر غريب جدا، هو عم عياد اتهيأ له ان البابا كرولوس واقف جنبه ماسك الشورية وعمال يهز في الشورية، وطبعا كل ما يهز الشورية يطلع ايه بخور. الممرضة فتحت وقالت الحقوني الحقوني، في ايه؟ قالت لهم العيان بيتحرق، العيان بيتحرق. يعني ايه بيتحرق؟ الدخانة مالية الأوضة. هي مش طبعا ما شمتش، اصل مش اي عقل واي قلب يميز ريحة الايه، ريحة البخور. ايه الحكاية؟ الحقوني وتعالوا شوفوا العيان بيتحرق. الناس دخلوا لقوا بخور. يا عم، قال لهم نعم. ايه حكاية الدخانة؟ قال لهم دي مش دخانة، ده بخور. هو راح فين؟ هو راح فين؟ هو مشي؟ مين هو اللي مشي؟ انت اتجننت؟ لا، ما هو كان هنا، كان ماسك الشوري. كان ماسك ايه؟ قال لهم الشوري. ايه هي اللي بتقول عليها دي اللي كان بيبخر بيها؟ صحيح، ده ريحة بخور. مين هنا؟ قال لهم الراجل اللي في الصورة دي اسمه البابا كيرلس. وسعوا لي كده يمكن يكون في الصالة. قام يجري يدور عليه من هنا لهنا، يدور على البابا كيرلس، ما عمل اللي عليه وايه ومشي. وصدق، ولا بد ان ايه، ان تصدق. واو دكتور في ناميبيا، ناميبيا دي بلد في افريقيا كده جنوب شرق ناميبيا، بلد كلها ناس سود دولي. بيقول انه كان معاه في جيبه صورة للبابا كيرلس، واحد من المحبين هناك جات له بعد عنكم ملاريا، فطبعا درجة الحرارة ترتفع بيبقى فيه خطورة على صحة المريض. بيقول استخدمنا معاه كل وسائل الطب، ودكاترة انجليز من انجلترا ومصريين وعراقيين واوغنديين وكينيين، وعمالين نعالج فيه وما فيش فايدة. قال 4 أيام درجة حرارة مرتفعة، وقلنا خلاص ده يعني المرض الملاريا دي مسكت فيه هتخلص عليه. قال وأنا واقف، قال فبقول لزملاء الأطباء
انا معايا بقى محاوله اخيره. قالوا له ايه؟ راح فاتح المحفظه وراح مطلع صوره البابا كيرلس وراح حطها له على جسمه. هو حط له الصوره على جسمه بيقول مفيش 3 4 دقايق والحراره ايه نزلت وتحسن. قالوا لا احنا عايزين نعرف دي صوره ولا تعويذه. قال لهم لا ده راجل بركه. فالجماعه الدكاتره اتقبوا صاحبنا الدكتور عماد ده، كل ما حد يجي له ماليريا شديده يقولوا ابعتوا للدكتور عماد يبعت لنا الصوره بتاع الايه بتاع الراجل بتاعه. فاضطر يبعث لمصر يقول له معروف مدوني بالاجزخانه شويه صور للبابا كيرلس، لانه شعور صوره هتقعد ايه تلف على كل المستشفيات وعلى كل العيانين. والبابا كيرلس بدا يشتغل في ناميبيا وبقت الوصفه السائده لمرضى الماليريا صوره البابا كيرلس. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد يعني لا داعي لذكر اسمه جاله بعد عنكم تعب في ظهره، وتعب الظهر ده وحش جدا بيعذب الانسان تماما في النوم وفي القعدة وفي الوقفة. بيقول 35 سنة شارب المرار من العمود الفقري. هو على فكرة اسمه العمود الفقري مش الفقري، لكن هتعودنا نقول عليه الايه هو العمود الفقري لانه فقرات. فالعمود بتاعه ده زائه العاكر لغايه ما جه في ليله بيقرا في كتاب للبابا كيرلس فبيتعدل ظهر وجعه. قال ويا بابا كيرلس، يعني انا يعني مش ناوي تعمل معايا شغلانه بقى في ظهري ده بدل ما اعمل عمليه؟ لا انا حمل العمليه وخايف من العمليه وهتعذب وهشوف المرار، فيا ريتك ايه تعمل معايا ايه شغلانه. بيقول فنمت وانا نعست من هنا ولقيت البابا كيرلس جاي ومعاه واحد من المطارنا في حلم. فالبابا كيرلس قال له مالك يا عم؟ جبنا لك ابونا المطران اهو يصلي لك. بيقول في الحلم سيدنا المطران اللي مع البابا قال له اتفضل يا سيدنا. قال له يا اخويا صلي انت. قال له طب يا ابني هات ايدك. فبيقول مديت ايدي فشد ايدي حسيت ان ظهري كله طقطق، لدرجه من كتر الطقطقه والالم صحيت من النوم لقيت نفسي قاعد على السرير. ودي عمليه صعبه جدا ان اقعد على السرير، يعني عشان اتحول من نايم لقاعد دي عمليه ايه بتعذبه جدا. قال الله بس انا قاعد وحاسس، يبقى لا ده البابا كيرلس يبقى فعلا عمل معايا ايه عمل معايا شغلانه. طب اقف كده نزل رجليه من على السرير ووقف. لا مفيش مشاكل. طيب اميل لمؤاخذه اعدل الشبشب، ميل لغايه الارض يعدل الشبشب مفيش مشاكل. قال لا دي العمليه بقى يعني لا انا هعمل تدريب احسن. راح طالع الصاله شال كرسي من كراسي السفره رفعه لفوق ونزله لتحت. طب احط كرسيين جنب بعض، حط كرسيين ويشيل ويخبط. بدا يعمل رياضه شمال ويمين وهب وفوق وتحت. لا ظهره مفيش ايه لا ده البابا كيرلس عملها ولا ما عملهاش. صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. عجيب هو الله في ايه في قدسه. الراجل بتاع العمود الفقري ده بيقول حاجه تانيه جميله. بيقول مرة مروح بعد ما ربنا بقى يعني أنعم عليه بالشفة وبدأ يروح الشغل ماشي، يركب اتوبيس ليل اتوبيسات زحمة يوفر الربع جنيه بتاع التذكرة، فبدأ يروح الشغل ماشي. ربنا رزقه بعيل راكب عجلة راح لاطش فيه، النضارة بتاعته وقعت من على وشه اتشرخت. فاللي حصل ان النضاره اتشرخت، فالناس قالوا له معلش بسيطه ان العدسه بتاع النضاره كويس انت سليم فيك حاجه؟ قال لا الحمد لله يعني مش جت في العدسه بتاع النضاره.
بيقول الراجل ده وانا مش هذكر اسمه، بيقول انا اتعكننت. ليه؟ دخول مدارس وعايل هم المصاريف بتاعه العيال والكشاكيل والاقلام والجلاد والغلب بتاع دخول المدارس، وناقصه كمان انه يعمل للنضاره ايه؟ عدسه. اروح امسك النضاره البسها عشان اقرا حاجه، انها مش ممكن. قال ويا بابا كرولوس، ده انا بقرا في كتابك كل ليله عشان صدق ولابد ان تصدق. اقول لك مش داعي للذي يعرف. بيقولها طب هعمل يعني، هقعد من الشغل، لازم اروح الشغل. الراجل نزل وبدا يتحسس بتاعه، النضاره برضه في جيبه، فراح شغله فقدموا له ورق فنسي ان النضاره مكسوره. مطلع النضاره من جيبه كده اوتوماتيك يعني، او تصرف عفوي، وراح لبس النضاره وقرا الورقه وعمل المطلوب وخلاها. بس النضاره مكسوره، انا شفت الورق ازاي، ده انا عرفت اقرا بالليل. يمسح النضاره يعدلها يقلبها يشوفها يمين يشوفها شمال، ما يلاقيش اي كسر واي شرخ في العدسة. مين اللي عملها معاه؟ اها كده، صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. وعجيب هو الله في قديسيه. البابا كيرلس راح له واحد، معلش استعرض معاكم ذكريات لورا كده شوي، راح له واحد بيقول له ايه؟ بيقول له يا سيدنا وقعت وحطوا لي جبس في رجلي، فصلي لي يا سيدنا. راح سيدنا مد الصليب في صدر الراجل، قال له سلامة قلبك يا ابني، سلامة قلبك. قال له يا سيدنا دي رجلي، رجلي متجبصة. قال له خلاص يا ابني، الف سلامة لقلبك، ان شاء الله تخف يا ابني وبقى قلبك كويس. قال له يا سيدنا رجلي، رجلي، بقول رجلي مش قلبي. قال له خلاص يا ابني، تعيش اخويا، رجلك قلبك، الف سلامة. الرجل مشي وخد بعضه ومروح، وهو طالع بيتهم ساكن في الدور التالت عمال يسحب برجله المتجبسة دي. قبل ما يوصل عرق كده ووقع على السلم، مالك؟ الف سلامة. قال له مش قادر اخد نفسي. شالوه ودوه للدكتور، قال لهم ده ما يتحركش من السرير لحسن ده عنده ذبحة. قال لا، هو البابا كرولوس كان بيصلي له عشان قلبه ولا عشان رجله؟ يقول له يا سيدنا رجلي، يقول له ايه؟ سلامة ايه؟ سلامة قلبك. البابا كرولوس جابها منين دي؟ انا ما اعرفش. صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. عمل الله، عمل الله، عمل الله اللي على يد البابا كيرلس كان يبقى واضح ومختوم بختوم الروح القدس. حاجة تانية بيقول البابا كيرلس، كان في مرة بيسلم على الناس وناس دخلة كده صف للرجالة وصف للستات، فكان في واحد متجوز وقال لمراته شوف يا بنت الناس، احنا مش عايزين عيال دلوقتي، احنا مش عايزين ايه؟ عيال دلوقتي. طيب يعني ايه يا ابن الناس؟ قال لها شوفي، بعد 3-4 سنين كده نكون نفسينا ونبقى نخلف عيال. هي بتحب العيال، حاشت مرضتش تحوش نفسها او تستخدم حاجة، المهم حملت. فلما حملت جو بتقول له فين؟ هقول لك على خبر مش عارفة هيزعلك ولا يفرحك. قال له قلت له ده انا حامل. قال له حامل؟ تروح تنزليه، ما تبقيش مراتي، تروح تنزلي يا ابن الناس. ابدا، المهم راحت ايه؟ نزلت اللي ببطنها. شهر 2-3 حملت تاني، برضو دماغه زي ما هو. قال لها لازم ايه؟ تنزليه. حكم حكم القواعد الضعيف، هتعمل ايه؟ سمعت كلامه. جه بعد كده هو رايح مراته قالت له تعالى نروح ناخد بركة البابا كيرلس. راح وقف في الصف بتاع الرجالة وهي واقفة صف الستات. من حظه بقى ان الراجل اللي واقف قدامه معاه عيل صغير في ايده. البابا كيرلس بقى بعلو حسه قال انت يا اخينا اللي معاك الواد. الناس بتبص كده، مين اللي معاه الواد؟ انت اللي معاك الواد. البابا بيندى عليك. قال له نعم يا سيدنا. قال له خد بالك من اللي وراك ده،
لحسن ده سفاح العيال الصغيرين. الراجل قال له انا سيدنا؟ قال له ايوه انت يا عم يا اللي معاك الواد. نعم يا سيدنا، امسك ايدك كويس، خد بالك من السفاح اللي وراك ده. الراجل قرب على سيدنا قال له انا يا سيدنا سفاح؟ قال له ايوه يا ابني، مش خليت مراتك سقطت مرتين تبقى سفاح ولا مش سفاح؟ صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق عمل الله. عمل الله العجيب اللي مليان بركة، اللي مليان حب، اللي مليان فرح. ده عمل ربنا مش بس كده، عطى للبابا كيرلس ان يعرف الراجل اللي هو يعني بينشف دماغه. اصل يا جماعة اولاد الله ظاهرون، واولاد الله واولاد ابليس ايه؟ ظاهرون. احنا عايزين نتيقن من عمل ربنا تماما. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. البابا كيرلس في زيارته للصعيد لما راح الصعيد يزور البلاد كده، كان اخر محطة ليه اسيوط، فكان مطران اسيوط ربنا يديله الصحة انبا ميخائيل مطران الحالي لمدينة اسيوط. فانبا ميخائيل السواق اللي عنده اسمه راضي، عم راضي. سيدنا قال له يا راضي يا ابني تاخد بالك تقعد على الباب بتاع سيدنا البابا، لربما سيدنا البابا يفتح يكون محتاج ايه؟ اي حاجة، ده البابا ضيف. الناس قالوا له يا بختك يا عم راضي، ده البابا كرولوس بقى ده قديس وبيعرف الناس. قال لهم يعرف ايه يعني؟ وبيضرب المندل. طب هالبابا ما يعرفنيش، اشوف يعرفني ولا لا. بابا كرولوس زحمة دخل الاوضة وشوية عشر دقايق كده وفتح الباب، لقى عم مين اللي واقف له على الباب؟ عم راضي ده. بص له البابا كيرلس قال له يا اخويا احنا ما بنضربش المندل يا ابني، لكن ابوها راضي وانت ايه؟ وانت راضي. حلو يا عم راضي؟ قال له حلو يا سيدنا. قال له اقول لك حاجه كمان يا ابني، خد يا ابني خد، ضرب ايده في جيبه وطلع 10 جنيه، خد روح لمراتك، ولدت دلوقتي ليها ربع ساعه. قال له يا سيدنا لسه قدامها شهر. قال له بقول لك ولد تروح روح. روح عم راضي لقى مراته ايه؟ والده ومستنياه. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ام اخذت ابنها الصغير الرضيع وحطته في اللفه وراحت بيه للبابا كيرلس، قالت له يا سيدنا الواد ده عمال يسهل ودبل مني بقى خلاص بيموت، الله حطيه على الكرسي يا ست. قالت يا سيدنا هتاخده على ايديك؟ قال بقول لك يا ست حطيه على الكرسي. فراحت كرسي كده وراحت حطاه، وراح البابا كيرلس وطى كده نفخ في وشه ورشم قرطه بالصليب كده، وهات يا ابني قطنة زيت. جاب قطنة زيت ونفخ ودهنه بالزيت. ولا خلاص يا ست؟ قلت له هيموت يا سيدنا؟ هلا يا اخت مش هيموت، ده هيكبر وهيبقى له كرسي. الطفل ده خف وكبر، والشيء العجيب انه دخل دير من الاديرة في وادي النطرون واترسم اسقف على كرسي من الكراسي في الوجه البحري. البابا كيرلس قال له هحطيه على الايه؟ على الكرسي، ده هيخف ويبقى له ايه؟ ويبقى له كرسي. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ازاي جابها البابا كيرلس دي؟ انا مش عارف. شايف يعني العمة وهو في اللفة على دماغه؟ شايف مسحة الروح القدس؟ انا مش عارف، لكن هو ده البابا كيرلس العظيم القديس. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ساعة
سنة 70 واحد راح بمراته كده لسيدنا البابا كيرلس، وكان لسه عايش، كان في شهر 2 ولا حاجة، وقال له يا سيدنا صلينا ما عندناش عيال، احنا عاوزين يا سيدنا يعني كده تطلب لنا ربنا يدينا ايه حتة عيل. فالبابا كيرلس حط ايده على راسهم كده وصلى، قال خلاص يا عم مراتك هتجيب واد وهتسميه مينا وتيجي تعمدوها عندنا في دير مرمينا. قال له يا سيدنا نعمده هنا في البطرخانة؟ قال لا يا ابني تعمدوه عندنا في مرمينا، عندنا مقدستك قاعد هنا يا سيدنا. قال لا يا ابني احنا هنعزل، احنا هنبقى في مرمينا على طول. وعدت كام يوم وتنيح البابا كيرلس، وعلى ما اختنا دي ما حملت وولدت كان عدت السنة بتاعة تذكار البابا كيرلس، واتنقل البابا كيرلس جثمانه الطاهر الى دير مرمينا، وراحوا فعلا عمدوه فين؟ عندنا فين؟ في مرمينا مريوط. هو شايف كده وصدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. الطاحونة بتاعت البابا كيرلس اللي في مصر القديمة فيها كده يعني حواليها منازل عشوائية، ففي واحدة ست كده مفترية شايفة نفسها قوي في الحتة هناك، يعني الست دي بتبيع اراضي وتشتري اراضي، ولما شايفة نفسها في الشر ماليها، فكانت دايما تحتك بالستات الاقباط، لو تعرف الفرن دي مسيحية تبتدي تشتم وتسب عادي يعني. فاللي حصل ان الناس كانوا يروحوا المغارة، يا بابا كيرلس ده انت يعني مكانك هنا عاجبك الاهانة دي؟ بصوا لقوا في يوم من الايام الست دي جاية وراح داخلة على المغارة وقابلت ابونا، قالت له انا عايز اخش الطاحونة بتاع البابا كيرلس. قال لها عاوزة منه ايه؟ قالت له عايز اعتذر عن اللي كان بيحصل مني. قال لها تعتذري على ايه؟ وقولي لنا ايه الموضوع بالظبط. قالت له انا اول امبارح شايفاه واقف فوق الطاحونه فوق، ده البابا كيرلس طبعا اتنيح، شايفاه واقف فوق الطاحونه كده وبيشاور لي بصباعه كده، يعني ايه؟ يعني عيب، فانا مش قادر انام، انا عايز اخد رضاه عشان اعرف انام وانا اعتذر. قال له الطاحونة قدامك. دخلت وفي الطاحونة صورة كبيرة للبابا كيرلس وهو فارد شعره يعني كده. قالت له انا غلطانة، انا متأسفة، وليك عليا من النهاردة انا مش هكلم حد من ولادك تاني. ومن يومها الست بدت تغير ايه؟ اسلوبها، وبدت تغير معاملتها، لانها وعدت البابا كيرلس انها مش هتكح مع حد من عياله تاني. وصدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحد بعد عنكم بدأ يتعب صحيا، فراح للدكاترة، الدكاترة قالوا له اعمل تحاليل، عمل تحاليل اتضح عنده الكبد تعبان وفيه فيروس سي، طبعا اعتقد يعني شيء معروف وبتوع التحاليل موجودين معانا يعرفوا الكلام ده، وطبعا فيروس سي ده يعني مرض مقرف وخطير وبياخد مدة في العلاج. بدأ يكشف واتضح ان الفيروس شغال ونشط جدا وتعبان تعب، فالناس يعني هيعملوا ايه؟ خدوا بعضهم وطلعوا بيه على دير مرمينا، وهناك الراجل بدأ يعيط وهو قاعد جنب المزار بتاع البابا كيرلس. مراته لقت وردة صغيرة كده مرمية على المزار بتاع البابا كيرلس، وردة صفرة كده، يظهر حد جاب وردة حطها على المزار بتاع البابا كيرلس.
فقالت له يا فلان قال نعم. قالت له تقدر تاكل الوردة دي؟ قال لها اكل وردة ان كان دي اللي فيها الشفة اكلها. فراح حط الوردة ببقه وهات يا ايه يا اكل، وخدها بايمان زي ما بيقولوا في الامثال خد من عبد الله واتكل على الله، مش يقولوا كده؟ فراح اخد الوردة واكلها وهو راجع، يعني كانوا بيسندوه وهو نازل. بعد ما رجعوا قال لهم سابوني انزل لوحدي اجرب. انزل، بدأ ينزل رجله ورجله التانية، ما تطوحش ولا حاجة زي ما كان بيبقى دايخ. طلع السلم، طلع الدور الثالث، فبيدو خبر للدكتور، يا دكتور ده حصل كذا وكذا وكذا. قال لهم انتوا كده بهدلتوا الدنيا، ده لما يتحرك كتير الميكروب يبقى نشط اكتر، يبقى كده فيه خطورة اكتر، عشان اللي انتوا عملتوه ده لازم تعملوا تحليل بكرة. خدوه ونزلوا تحليل بكرة عشان يتمجد اسم ربنا. اتضح ان الفيروس انتهى تماما. علشان كده في العيلة سموه الاخ ده اسمه ويليام، سموه ويليام ابو وردة، ويليام ابو ايه؟ ابو وردة، عشان اكل الايه؟ الورد. ابونا سيدروس كان في بقه كلمة حلوة دايما، كان يقول يا بركة المسيح. لما يخبط على باب بيت مين؟ يقول لهم انا يا بركة المسيح. اول ما يقول يا بركة المسيح يعرفوه انه مين؟ ان ابونا سيدروس. ابونا سيدروس مرة قاعد وسط اولاده وبعدين بيتعشى، كانت الساعة 8 بالليل، فلقوه حط ايده على خده وقال ها، ورفع عينه كده لسقف الاوضة وقال له اذكرني صلواتك يا ابونا زكريا، اذكرني عند المسيح. قال له في ايه يا ابونا؟ قال له ابونا زكريا بتاع البلد اللي جنبينا الروضة دي طلع عند المسيح دلوقتي اهو، لسه هروحه طالع انا شايفه، وجه القى علي السلام من فوق كده وخد بعضه وطلع عشان هو فرحان انه رايح السماء. بعد ربع ساعة جه مرسال خبط على الباب، قال قولوا لابونا ان ابونا زكريا تعيش انت. قالوا له ابونا عارف من ربع ساعة. قالوا ازاي لما هو مات من ربع ساعة؟ قالوا هو عرف من ساعة ما روحه ايه، من ساعة ما روحه طلعت. يوم اللقاء، يوم تشوف يسوع بعنينا ويتم العزاء. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصدق، ولا بد ان ايه، ان تصدق. جماعة عندهم ولد في سنة رابعة ابتدائي، الولد ده في المدرسة عدواني جدا، يعني معرفش يقعد على يعني في حاله، يكسر في العيال ويخبط، لدرجة ان المدرسة قالت لاهله يعني اعتبروا ده اخر يوم في المدرسه، هنعرض لكم الورق بتاعه، احنا مش عايزين الولد، يا اما تعرضوه على دكتور شوفوا الولد عنده ايه. فاهله ما يعني ما كدبوش الخبر، خدوا الولد ودوه الدكتور، قالوا نعمل اشعه مقطعيه على الراس بالكمبيوتر، قالوا ان الولد عنده ذبذبات كهربا زياده، وده عاوز علاج او عاوز معجزه بمعنى اصح. فالناس جابوا الروشتة، الواد بيزداد عدوانية، الى ان في ناس قالوا لهم في ناس عندهم شال بتاع البابا كيرلس، قالوا طب يا ريت. فراحوا الناس خدوا ابنهم وراحوا حطوا الشال على راس الواد ده كده ودعكوا راسه بالشال. الواد يعني كان زي الموتور، ما يعرفش مين بيكلمه كده. خدوا الواد وروحوا، الواد نام نوم عميق لتاني يوم. فالواد صحي لقى صورة ببيته معلقة لبابا كيروس، ما كانش ياخد باله ان الواد ما عندوش تركيز. فاول ما شاف صورة بابا كيروس الله، ابونا ده انا شفته امبارح وعمل لي راسي بالشال بتاعه. قال له انت يا حبيبي؟ قال لهم انا مش فاكر، لكن هو امبارح حط الشال بتاعه على ايه؟
على راسي. خدوه راحوا للدكتور اعاد الاشعة بالكمبيوتر قال لهم الولد سليم 100%، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. البابا كيرلس كان من عادته ما يحبش الرجالة ولا الستات يلبسوا نص كم. فولد صغير كده شاب بتاع حوالي 13 سنة ولا بتاع دخل على البابا كيرلس بيسلم عليه. الدنيا زحام ستات ورجالة كله داخل على البابا كيرلس محدش عارف مين في مين. فالبابا كيرلس بالصليب خبطه على دراعه قال له خلي امك يا ابني تعمل لك بدلة بكم، خلي امك تعمل لك ايه بدلة بكم. الواد وقف قال له يعني ايه يا سيدنا؟ قال له يا ابني اللي بالكم حاله يغم. الناس قالوا حبيبي يعني خلي ماما تعمل لك ايه، بلاش نصكم. الواد زعل كده ووقف كده على جنب، والبابا كله بيسلم على الناس. جات واحده ست تسلم على سيدنا قال لها يا ست انت؟ قالت له نعم يا سيدنا. قال له مش تعملي لوادكم؟ قال لها طب سيدنا عرف ازاي ان الست دي ام الواد ده؟ قالت له حاضر يا سيدنا من عينيا، سامحني يا سيدنا. طب يا اخت الله يسامح. قعد يسلم كده وشوية دخل على الرجالة، وراجل دخل قال طب يا عم انت راجل محترم اهو لابس بدلة بكم، مش تخلي ابنك يلبس بكم؟ يعني البابا كيرلس عرف الواد وعرف امه وعرف ابوه. انا مش عارف حاجة صدقوني، لكن اللي اعرف اقوله واقول لك صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. سيدة من محافظة في الصعيد خالص بعتت لي جواب، كتبت لي شوية حاجات يعني لطيفة خالص عن البابا كيرلس، هقول لكم بعض حاجات منها. بتقول ان هي مدرسة، وفي يوم من الايام اخدت بنتها اللي عمرها سنة ولا سنة ونص وراحت بيها المدرسة، وده ممنوع انها تصطحب طفلتها وتروح بيها مدرسة، ده مكان عمل. فبتقول وهي واقفة في الطابور طابور الصبح فوجئوا بعربية جاية من الإدارة، مدير التعليم ومعاه الإدارة كلها جاية تفتش على المدرسة. طبعا يشوفوها شايلة بنتها دي معناها ايه؟ تحقيق. قالوا لها مدير الإدارة، قالت يا بابا كيرلس الحقني. الناس يبصوا لها ايه البابا كيرلس؟ مدرسة ايه بابا كيرلس او ايه الحكاية؟ قعدوا يبصوا لبعض. مدير التعليم بص كده من بره ونادى ناظر المدرسه قال له انت عارف ان احنا جايين؟ قال له لا يا فندم ما اعرفش. قال له ما المدرسه منضبطه جدا، مفيش مدرسه منضبطه بالطريقه دي. لا 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 انت اكيد عارف. قال له يا فندم صدقني مش عارف. قال له لا احنا مش هنحسب ايه، يلا بينا يا جماعه نبقى نيجي مره تاني. ايه اللي رجعهم من على الباب؟ انا ما اعرفش هي بتقول يعني لدرجه في مدرسه غير مسيحيه واقفه جنبيها قالت لها بقول لك ايه، حكي لي بقى عن كيرلس بتاعك ده اللي رجع المدير من على الباب. وكل ما تقابله تقول له عارفين فلانه دي ليها واحد قريبها اسمه كيرلس بيعمل لها سد ويحوش عنها كل حاجه. انا ما اعرفش، لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. بتقول لي ان عندها بنتها الكبيره كليه تربيه نوعيه، وبنتها في كليه التربيه النوعيه دي في يوم من الايام البنت يعني في الحمام والام في المطبخ، الام بتقول سمعت خبطه جامده قوي، فببص اشوف ايه، لقيت البنت مرميه في الارض، فشلت البنت وخدتها على السرير وفردتها عروسه يعني. وبتقول طيب اعمل ايه؟ اروح فين؟ ضرب التليفون لدكتور، الدكتور جه كشف على البنت قال الحقيقه انا مش عارف، يعني هو مش اغماء لكن حاجه غريبه، ايه التشخيص انا مش عارف. فقلت له انت مش عارف؟ طيب استنى. راحت طلع على كرسي، راحت جايبه صوره البابا كيرلس معلقاها وراحت حطها فوق دماغ البنت على السرير وقالت يا سيدنا انت اتصرف، الدكتور يا سيدنا مش عارف فانت ايه. الدكتور وقف كده واتبل، انا مش عارف وجايبه صوره بتاع واحد من شيخ من شيوخ النصارى قاعد بيقول يا بابا كيرلس اتصرف. المهم قالت له شوف يا سيدنا انا هديك فرصه دقيقتين، ان ما اتصرفتش انا هزعل منك. بعد كلمة بنت راحت فتحت عينيها قالت لها ماما أنا كويسة. الدكتور بص لها قال لها يا ستي
لما انت عندك الراجل ده جايباني ليه؟ الراجل ده متقصدني. قالت له ازاي؟ قال لها النهارده تالت بيت اخش ويقولوا لي كرولوس، الدكتور كرولوس ده هيقطع عيشنا، كرولوس ده بتاعكم يعني ولا ايه؟ انا ما اعرفش، لكن صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. جواب من اسكندريه جاني الاسبوع اللي فات برضو، يعني الناس عشان عرفت ان انا بحب البابا كرولوس بدت الناس ايه تبعت لي جوابات كده، ربنا يعوضهم بالخير. فالجواب يقول لي انا مهندس بشتغل على سفينه، وفي ليله من الليالي بيني ما بين البر حوالي يمكن 300-400 متر، والبخره مستقره، وعشان انزل من البخره او يعني اوصل البر لازم لانش. قال لي حسيت بتعب جدا، بيقول في الجواب، وبعت لي جواب من 6 صفحات بيقول لي بعدين بعد ما حسيت بتعب اتصلت بالمؤخره، بعتوا له لانش، نقلوه على مستشفى، قالوا ده عنده حاجه في القلب يعني زي جلطه في القلب، نديله حقنه؟ لا ما نديلوش حقنه. طب نعرضه على كونسولتو، كاتب لي هو اسماء الدكاتره، 4 دكاترة اخصائيين اشهر دكتور قلب في اسكندرية، ويعني قرروا ان لازم يتعمل له قسطرة في القلب عشان يزيلوا الايه الجلطة اللي عنده دي. فبيقول الاخ البحار ده او المهندس البحار بيقول في الجواب بعد كده اني انا اصريت ان احنا نروح دير مارينينا، الدكتور قال ده ينام في العربية ما يتحركش، لان الجلطة لو اتحركت وجت في الشريان معناها ايه؟ خلاص انتهى. قال انا اصريت ان روح، قلت لهم اموت واموت عند البابا كرولوس. فاخدوا وراحوا، وبيقولوا عند البابا كرولوس عملنا مناحة عياط، هو يعيط وامه تعيط وخطيبته تعيط وام خطيبته تعيط، وكل واحد يدور على حاله بقى، يعني انتوا عارفين بقى، يعني مش عايز انا اقول بقى يعني امه بتعيط ليه وخطيبته امه بتعيط عشان ده ابنها، وخطيبته بتعيط خايفه الجوازه ايه تفرقع منها، يعني كل يعني ما علينا من الموضوع. بيقولوا بعد المناحه ركبنا العربيه وصلنا القاهره، فكان لازم كشف عليه في الاول قبل ما يعمل القسطره، فمعاه هو الرسومات ومعاه الكشوف والتحاليل والاشعاعات. ف بيقول في مستشفى السلام الدولي عملوا الاشعاعات عشان يقولوا القسطرة، قالوا له مين اللي ما يفهمش في الطب اللي قال لك عندك جلطة؟ قال لهم انا معايا، قالوا لا 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 دي لحد تاني، طب اقول لك دي بتاعتنا، نعمل برضو كشف تاني في مستشفى عين شمس التخصصي. خدوا بعربية الاسعاف وراح جلطة، فقالوا له برضو مين ما يفهمش اللي قال لك؟ قول لنا ايه الحدوطة بالظبط، يعني انت عملت ايه؟ قال لهم وانا جاي عديت على دير مارمينا رحت عند البابا كرولوس، قالوا له مين البابا كرولوس ده؟ قال لهم ده شيخ من شيوخ النصارى الكبار قوي، قالوا خلاص يا عم مبروك عليك، دواب لك الجلطة والعملية ايه. وبعت لي الجواب وبيقول لي انا اعتذر يا ابونا يؤنس ان انا بكتب الجواب ده وانا في شهر العسل، وانا ارجو ان شريطي ده يوصله ونقول له مبروك يا بش مهندس، مبروك عليك المعجزة اولا والعروسة ثانيا، ومبروك عليك محبة ربنا. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. في واحد تبع محافظة انا، الرجل يعني مر بظروف مالية صعبة، وهو له في حكاية الرسم بالزيت، فقال انا هرسم لي 10-15 لوحة واروح ابيعهم في السودان للناس لقباط بتوع السودان الغناي، يعني افك ضيقتي. فاخذ اجازه وقعد في بيته يرسم وسافر السودان، قعد اسبوع 2 ان العمليه يعني تفك ولا يبيع له لوحه ولا حاجه، ما حدش ايه سال فيه. فنام زعلان وهو زعلان شاف البابا كرولوس، بيقول له زعلان ليه يا ابني؟ قال له يا سيدنا انا ظروفي صعبة، وحتى يعني اتدينت باجرة السفر
ورسمت الصور دي وصرفت عليها والعملية واقفة. قالوا لا يا ابني، فيقول البابا كيرلس لقى قدامه كوباية مية نفخ فيها ورشم عليها علامة الصليب وقعد يرش مية على الايه، على الصور اللي هو رسمها. بيقول صحي من النوم يعني فرحان، وهو لسه منزلش من السرير لقى الباب بيخبط. واحد ما يعرفوش يقول له انا سمعت ان عندك صور كويسه. قال له اجيب لك صور. فدخل جاب له صوره من الصور، قال ما شافها، قال له الله دي حاجه كويسه قوي، حلوه خالص، عندك صوره كمان؟ دخل جاب له صوره، قال له لا 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 ده مش ممكن خالص، دي حاجه ايه، دي احلى، عندك كمان؟ قال له ما كفايه كده. فبيقول انه اشترى صورتين وخد بعضه ومشي، وراح جاب له صديق ليه يشتري من عنده صوره. الصديق شاف صوره اعجب بيها خالص، صوره تاني اعجب بيها اكتر، اشترى له كمان ايه، صورتين. وده جاب ده وده جاب ده. بيقول في نفس اليوم اللي البابا كيرلس رش الميه بعت كل الصور بالتمن، مش اللي انا عايزه، اكتر من اللي كنت انا عايزه، وببركة البابا كيرلس صدق، ولا بد ان ايه، ان تصدق. ناس في كندا عندهم بنت صغيرة، والبنت دي ما تعرفش مين البابا كيرلس يعني، لكن اهلها يحبوا البابا كيرلس خالص، والبنت جالها زي جفاف ودخلوها المستشفى وفي مرحلة علاج. بصوا لقوا حالة البنت، هم عاملين يقولوا يا بابا كيرلس يا بابا كيرلس يا بابا كيرلس، وقاعدين بقى. بص لقوا حالة البنت تقدمت، يعني مش في مدة ايام، في ساعات، لدرجة انهم خرجوا. لما خرجوا من البيت، فواحدة من اللي في البيت جابت كتاب للبابا كيرلس، قالت يا سلام حبيبنا البابا كيرلس وبتاع. فالمهم البنت مسكت الكتاب وبصت فيه، قالت لهم فين العصاية؟ قالوا لها عصاية؟ عصاية ايه يا حبيبتي؟ كان اسمها هولي البنت. ايه يا هولي؟ عصاية ايه؟ قالت لهم اللي ضلبني بيها البابا لولوس ده. ضربك فين؟ قالت وانا في المستشفى البابا لولوس ده مسك العصاية وقال لي قومي يا هولي ما تقعديش هنا. بقى البابا كيرلس جالك في المستشفى وضربك بالعصا، ايوه، لكن فين العصاية؟ البنت مش مشغولة بالبابا كيرلس، هي بتدور على العصاية اللي هي ايه، اتضربت بيها. وبكده عرفوا السر بتاع الشفاء بتاع البنت، او الشفاء السريع، وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. واحد في امريكا بيقول ان ظروفه يعني ساءت، في ان العمل اللي بيشتغل فيه عطوله انذار ان بعد 10 ايام شغله هينتهي، وعليه انه يدور على شغل جديد. فروح البيت في حالة ايه بقى، يعني حزن. طبعا اصعب حاجة يا جماعة عملية اكل العيش دي. فروح زعلان وكئيب، ويعني اهله والبيت وناس قالوا شوف يعني احنا نقول ايه، يا بركة وشفاعة البابا كيرلس، وبدوا يتشفعوا بالبابا كيرلس ويقولوا يا بابا كيرلس يا بابا كيرلس. المهم يعني بيقول اني قبل ال10 ايام ما تخلص، بس لقى صديق عزيز جاي له بيقول له يا فلان. قال له نعم. قال له ما عندكش حد عزيز عليك عاوز يشتغل شغلانة كويسة؟ قال له ليه؟ قال له المكان اللي انا بشتغل فيه يعني طالب واحد يشتغل وبمرتب كويس، فاحنا عاوزين نهادي الشغلانة دي لحد يكون ايه، نعرفه. هو طبعا ما يعرفش ان صاحبه اللي بيكلمه ده قدامه 4 5 ايام وايه، ويبقى خاله شغل. فالراجل نده مراته واولاده وقال لهم الاستاذ فلان بيقول كذا 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 كذا. فمراته قالت له انا مش قلت لك البابا كيرلس حبيبنا، مش ممكن ينسانا واحنا بنتشفع بيه؟ وصدق ولا بد ان ايه،
أم تصدق الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. وصدق ولا بد أن إيه أن تصدق. جماعة من أسوان أو واحدة من متجوزة في أسوان هي أصلا من إثنى. فبعتت بنتها الصغيرة عند أمها، يعني البنت الصغيرة راحت عند تيتا بتاعتها في إثنى. فبكل أسف البنت وصلت لقوا حرارتها مرتفعة، فالجدة اتخضت قالت يا خبر، هي البنت عند أمها كويسة تيجي هنا تقولوا علينا إيه؟ جابولها دكتور كتب لها مضاد حيوي، الحرارة ما نزلتش. دكتور تاني كتب مضاد حيوي، الحرارة برضو ما نزلتش. فالدكاترة قالوا لازم ناخد عينة من النخاع عشان نعرف البنت عندها ايه بالظبط. فاتضح عندها مرض اسمه وباء سحائي، ده يا يموت يا يسيب عاهة في الجسم. طبعا حصل انزعاج وهرج ومرج، فما كانش قدام الست العجوزة الا انها قاعدة تعيط، وعندهم صورة للبابا كيرلس معلقاها راحت خلعاها وجابتها لها حطتها لها على السرير. قالت له يا سيدنا ما قدمناش الا انت، بنتي تقول عليا ايه؟ اجيب بنتها اموتها لها هنا؟ اعمل معروف. البنت قعدت يوم اتنين، تالت يوم البنت بتقول لتيتا يا تيتا انا عايزه اقوم اروح لمؤاخذه دورة الميه. قالت لها استني يا حبيبتي لما اجي اشيلك. قالت لها لا انا هاجي انا على رجلي، ما انا بقيت كويس. قالت بقيت كويسه ازاي؟ قالت لها وانا نايمه من شويه ابونا اللي في الصوره ده طلع ايده من الصوره وعطاني لقمه قربانه ببقي، فانا اكلت القربانه وبقيت كويسه. حطت الست ايدها على راس البنت، لقت الحراره ايه نزلت. استدعوا الدكتور قال لها البنت عادية جدا، لكن التحاليل اللي طلعناها دي يا اما التحاليل غلط يا اما الموضوع فيه معجزة. قالت له اسمع البنت. البنت قالت له يا عم الدكتور ابونا اللي في الصورة ده طلع ايده من الصورة واكلني لقمة قربانة وقال لي انت بقيتي كويسة. اظن لما البابا كيرلس يقول لها انت بقيتي كويسة تبقى كويسة ولا تبقاش كويسة. صدق ولا بد ان ايه ابد ان تصدق. واحد دكتور مصري عايش في امريكا بيشتغل في القوات الجوية، وهناك في امريكا النظام بالعقود، يشتغل العقد بتاعه يخلص يروح يدور له على ايه على شغلانة تانية. فالقوات الجوية اختارته باني خلاص بعد شهرين هيروح. فبص لقى نفسه قعد في البيت وخلص العقد. طب اروح فين؟ اكل ازاي؟ اعيش ازاي وانا في امريكا؟ نزل عمل، يعني قدم في حوالي 10 مستشفيات وقعد في البيت ان حد يسأل فيه، محدش قال له انت فين. فافتكر ان اخته وهي جاية من مصر كانت جابت له صورة متبروزة للبابا كيرلس، وهو خدها باللفة بتاعتها حطها فوق الدولاب. قال اروح اجيب البابا كيرلس ده نشوف نتعامل معاه يمكن يعمل معانا ايه شغل. فراح طلع اللفة كده وبص للبابا كيرلس قال له شوف انا ما تعاملتش معاك قبل كده، وانا اول مرة اطلب منك طلب، انا عاوز اشتغل. فانت بقى وحبيبك مريمينة شوف بقى تتصرفوا ازاي وحركوا لي حد كده اشتغل. بيقولوا هو بيركن الصورة جنب الدولاب على ترابيزة التليفون بيرن، يرد على التليفون مستشفى تقول له احنا عاوزينك يا دكتور تعالى عشان تمضي العقد بالمبلغ اللي انت عايزه. اخذ بعضه وحط السماعة قال البس واروح، وهو بيلبس لمؤاخذة يعني لبس القميص ولسه هيلبس البنطلون رجل ولسه التانية ما حطهاش، التليفون رن مستشفى تانية.
يا دكتور احنا كنا بنطلبك من شوية وتليفونك مشغول، لو تكرمت العقد بتاعك جاهز وتعال عشان تمضي الايه العقد. طب ادوني العنوان. اخد العنوان وحط السماعة، لبس البنطلون وبيرفع الحمالة، التليفون رن. اصل العملية فتحت، افتح ولا احد ايه يغلق. وبيقول الدكتور ده اسمه الدكتور ناجي حلمي، هو اصلا طبيب مصري وطبيب امراض نساء، بيقول اول مرة اتعامل مع البابا كيرلس وانا مدين للبابا كيرلس. بيقول جاني في الليلة دي 9 عروض من مفيش، 9 عروض. عشان كده عايز اقول لك ما تخافش، ان كانت مقفولة هتفتح، وهتفتح بالايه يفتح ويسكب من السماوات حتى تقولوا ايه كفانا كفانا. يا جماعة احنا منتظرين ربنا. في كواكب الفردوس خادم الرب يسوس دي قادر البار موس بنيوت أبا كيرلوس اختاره عمانوئيل أثار أن يستقيل ليكون خادم الإنجيل بنيوت أبا كيرلوس فضل حياة الخلوة سلك طريقا قربا أعطاه الله حكمة بنيوت صلى في الطاحونة باكر وعشية أعطاها الله معونا بنيوت أبا كيرلوس أرشده عمانوئيل قام بعمل جانين في دير أنبا صاموئيل اختارته عيني الله ليكون راعي الروعة كان يبكي بمرارة بنيوت أبا كيرلوس عظيم في جهاده حكيم في إرشاده اختاره الرب إله بنيوت أبا كيرلوس أشفق على القطيع لم يتركه يضيع رافقه بقلب وديع بنيوت أبا كيرلوس مضطدع بالحقيقة محب الخليقة صديق الملائكة في القوة والأمراض ليسبح رب القوات بنيوت
الله اشتم صلواته وبخور مع أصوامه قابلها قدامه بنيور فكر اللوس السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطى بن يوسف فكر اللوس في مدة قصيرة قام بأعمال كثيرة بمعونة رب الخليقة بن يوسف فكر اللوس بأعجوبة أعدنا رفات حبيبنا مريموروس كاروزنا كاتدرائية وكنائس كثيرة نشر المسيحي يا بن يوت فكر النور في كنيسة الزيتون زهرات الأم الباتون في عهد الراعي الحنون بن يوسف فكر اللوس بيده عمل المايرون بين من بعد طول السنين بن يوسف فكر اللوس دعاته السماء فلبى النداء وراح للآباء في ساعة انتقاله قال الرب يرعاكم وأكمل جهاده بن يوسف فكر اللوس أذكر وحدة الإيمان واذكرنا في كل أوام أمام الله الديان بن يوسف فكر اللوس يا أبناء التسبيح أنظموا اليوم لحبيب يسوع المسيح بن يوسف فكر اللوس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله البابا كيرلس أعنا أجمعين.